مساء الصورة والمشهد في بيروت اليوم لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما أكثرها ربما كانت مليئة بالإهانات والبعد عن الدبلوماسية عندما يتحدث الرئيس الفرنسي عن أزمة اقتصادية وسياسية وأخلاقية في لبنان، يتجنب مصافحة الرئيس، غياب أي مسؤول عن مرافقة الرئيس ماكرون في تفقده لأماكن لمرفأ بيروت مكان الانفجار، وأيضا لشارع الجميزة وأماكن أخرى في محيط الانفجار. يعني أعتقد الرسالة الأولى هي رسالة صداقة إلى الشعب اللبناني وليس إلى الدولة اللبنانية، ووضع هذه الزيارة في إطار العلاقة بين الشعبين الفرنسي واللبناني ولا في إطار العلاقة بين الدولتين. كان واضحا جدا حينما قال لا يمكن اليوم إعطاء شيك على بياض لنظام فاقد للشرعية أو لنظام لم يكتسب ثقة شعبه. أعتقد هذه كانت نقطة محورية في الزيارة. وبالتالي والرسالة الثانية التي قد تكون يعني أكثر أهمية هي أن المساعدات الإنسانية المرصودة للبنان الإنسانية يجب أن تكون تحت إدارة الأمم المتحدة وليس عبر قنوات الدولة اللبنانية، وهذه أيضا صفعة أخرى لهذه الدولة الفاقدة للمشروعية، والكل يعلم أنها في مواجهة شعبها وفي مواجهة المجتمع الدولي. المجتمع الدولي ما زال يقول نريد إصلاحات لإطلاق المساعدات، والإصلاحات تنتظر، وإذا أتت تأتي على قياس الأحزاب الطاغية في السلطة وهي فاقدة لمشروعية شعبية، هي في مواجهة شعبها لأن الشعب انتفض في وجهها في تشرين من العام الماضي. صحيح استطاع أن يقلب أو أن يطيح بالحكومة السابقة، ولكنه ضاع نوعا ما حينما أتوا بحكومة ظاهرها مستقل، ظاهرها تكنوقراط، ولكن غير قادرة على الإنتاج، غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات لأنها ممسكة من قبل الأطراف السياسية نفسها. النظام التشغيلي هو لم يتغير شيء. وأمام هذه الواقعة يعني يأتي الرئيس الفرنسي بعد الفاجعة التي حلت ليذكر بكل المسائل العالقة، ليذكر بالإصلاحات التي لم تنفذ، ليذكر بالواقع المرير للأزمة الاقتصادية، ليذكر بأزمة الثقة العميقة بين نظام بين سلطة وشعبها، ليذكر بأزمة مشروعية وأزمة نظام القائم الفاقد للثقة، ويقول ويحدد شروط المساعدة. نعم. المساعدات الإنسانية مشروطة بإدارة أمم متحدة، المساعدات المالية للخروج من الأزمة موجودة ولكنها مشروطة بإصلاحات ومشروطة بتوقيع برنامج إنقاذ مع صندوق النقد. لماذا صندوق النقد؟ لأنه الوحيد القادر على ضخ سيولة في الاقتصاد اللبناني لمنع الانهيار، ومساعدات مربوطة بإصلاحات هيكلية عميقة. نعم. لبنان بحاجة إلى هذه المساعدات، ولكن أيضا إلى خبرة صندوق النقد الدولي لمعالجة أزمة معقدة، يعني أزمة مصرفية على أزمة مالية على أزمة نقدية. نعم.